مرحبا بكم مشاهدينا واخر فقره في صباحنا مصري النهارده. والحقيقه خلال شهر رمضان المبارك ومع زياده درجه الحراره وقله شرب المياه والسوائل بيعمل جفاف في البشره شويه كتير، ومع دخول عيد الفطر المبارك وزياده بقى المناسبات والافراح والعرايس كل واحده عايزه بشرتها تكون نضره ومنوره وشعرها يكون شكله حلو والاهتمام بكل هذه التفاصيل. علشان كده النهارده هنكون بنتكلم معاكم في هذه الفقره ازاي نحافظ على بشرتنا وازاي نستعيد نضاره البشره. وطبعا السهر في رمضان بيعمل هالات سوداء حوالين العين، ازاي كمان نتخلص من هذه الهالات وايه افضل الوصفات علشان نحافظ على بشرتنا ونستعيد نضارتها وكمان نضاره الشعر. اتشرف جدا تكون معايا في هذه الفقره دكتوره دنيا شعير، خبيره التغذيه والتجميل والمنتجات الطبيعيه. برحب بيكي وصباح الخير عليكي وكل سنه وحضرتك طيب. صباح النور يا استاذه ساره وعيد سعيد على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا رب. اشكرك جدا وعلى حضرتك. وبدايه كده واحنا خارجين من شهر رمضان، سهر وقله شرب ميه الحقيقه بيأثر على البشره بشكل سلبي، ايه اهم الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها علشان نستعيد نضاره البشره مره ثانيه؟ هو طبعا جبتي كل الحاجات فعلا اللي هي المشاكل اللي احنا المفروض ان احنا نحاول اننا نواجهها او نعملها في الفتره اللي جايه. فطبعا في فصل الصيف اللي احنا موجودين فيه اهم حاجه المفروض ان احنا نعملها انه يتحط واقي للشمس، ده مهم جدا. صحيح. فلازم الناس تختار الصن سكرين اللي هتحطه، لانه طبيعي اشعه الشمس فيها حاجات بتعمل ايجينج اللي هي تكبر السن وتظهر التجاعيد وكده. فلازم ان هو اول حاجه نختار نوع الصن سكرين يكون حلو ويكون اللي هو يعني ايه، خلي بالك الحاجات الاجنب المستورده دايما بتبقى ايه الاس بي اف او سان بروتكتيف فاكتور بتاعها بيبقى 50. ما بتلاقيش ارقام اعلى، هو فعلا ده بالظبط 50، ده بيعمل حمايه. الناس اللي بتكتب 100% وحاجات كده ده مش حقيقي صح؟ هو ده مش حقيقي بصراحه. هي هو الاس بي اف تقريبا بيبقى اقصى حاجه بتبقى 45 50، وده بيعمل حمايه بنسبه 98%. ده لو يعني بنتكلم ساينتيفيكال يعني بطريقه علميه يعني. وطبيعي اهم حاجه ان الناس تبقى عارفه ان هي كل ساعتين هتحط تاني صن سكرين، لان الواحد بيعرق وبيشيل الحاجات دي بالمنديل وكده، فهو مش بروتكتد او مش هو محمي طول اليوم. صحيح. فدي اول حاجه الواحد المفروض يبقى واخد باله منها في فصل الصيف. تاني حاجه طبعا المهمه جدا اللي هي شرب الميه. واحنا عارفين طبعا انه لازم كل واحد يحسب لنفسه قد ايه ميه اللي المفروض ان هو يشربها. قد ايه شرب الميه مهم؟ قول لنا اكتر يا دكتوره دنيا، يعني قد ايه بيأثر سلبا ان انا لو قررت ان انا هشرب ميه بس انا مش بحب شرب الميه قوي، فيأثر ازاي على البشره ده؟ لا طبعا جفاف البشره والتجاعيد اللي بتحصل دي، لان دي خلايا. هو البشره دي يعني ما احنا زي التربه بالظبط، احنا زي التراب، لازم ميه عشان البشره دي النضاره دي بتاعت البشره، البشره ان هي تبقى مليانه. فان ما شربناش ميه كتير هيبتدي بقى هالات سودة تحت العين تبان، هيبتدي ان الوش يبقى فيه تجاعيد. فلازم اهم حاجه شرب المياه، كل واحد يحسب لنفسه كام كوبايه. الكوبايه دي 240 مللي، الكوبايه 240 مللي، الوزن بتاعي على 8. احسب عدد الكوبايات، يعني لو واحد 80 كيلو على 8 يبقى 10 كوبايات، 10 كوبايات في 240 مللي يعني 2 لتر و400 مللي. عايزين نحسبها بطريقه ثانيه، لو واحد 80 كيلو عايز يجيب كام مللي برضو عايز يشربه، يضرب في 30 يحسب عدد المليات. 80 في 30 برضو 2400، يبقى 10 كوبايات 2400. طبعا ده غير طبعا ان الواحد يعني ممكن ان هو في الحر ده يبقى محتاج طبعا ازيد من كده. صحيح. ده بنحسب ان الواحد ما بيعرقش، بالذات الناس اللي بتطلع للشواطئ في فصل الصيف وكميه التعرق بتبقى اكتر والحر مع الشمس، اعتقد بيحتاج فعلا ميه اكتر. يبقى الصن سكرين يكون نوعه كويس جدا ويتحط كل ساعتين، والميه تبقى باستمرار.
يعني انا شخصيا على طول معايا ازازتي كده ستانلس عشان تبقى كويسه وكل شويه الواحد يشرب منها. هي عاده صحيه جميله بصراحه ان الواحد يتحرك دايما بازازه الميه بتاعته. الهالات السوداء وحضرتك ذكرتيها وكتير مننا مهتمين ان هم يعرفوا ازاي نتخلص من الهالات السوداء، وخصوصا انه زي ما كنا بنقول انه في شهر رمضان السهر كتير ده بيزود الهالات السوداء. هو طبعا دي العادات السيئه في النوم زي السهر، المفروض الواحد ينام بدري. برضو العادات السيئه من النوم ان الواحد ينام على بطنه لان ده بيبقى وشه على يعني نايم عليه، فده يزود الهالات السوداء. الطبيعي بقى الموبايل واللابتوب والحاجات اللي بنستخدمها باستمرار اللي بتخلي الواحد تبقى عليه مجهده، فده برضو كده، غير الحاجات اللي هي الوراثيه، غير شرب قله شرب الميه والكافيين الكتير والملح. اشكرك انك ذكرتي الكافيين الكتير، لانه النهارده الناس بتحتفل ببدايه العيد بالقهوه والشاي الكتير، يعني اللي هو احنا هي بقى خلاص ينفع نشرب شاي وقهوه، فبيزودوا جرعه الكافيين في الجسم كتير قوي. هو المفروض حتى بدايه ان الواحد يبتدي يومه المفروض ان هو ما يبتديش بشاي او قهوه، يعني يبتدي يعني ياجلهم شويه، لان المعده برضو ما تاخدش الصدمه بتاعه شاي وقهوة على الأول اليوم يعني. فدي برضو من الحاجات اللي هي بتعمل. هل أكل الخضار والفاكهة مؤثر في البشرة؟ طبعا لازم الخضار والفاكهة يتاكلوا، كل ما هو الأرض بتطلعه وطبيعي لازم الواحد بيأكله. والحاجة برضو اللي مهمة جدا اللي لو دخلناها في النظام الغذائي بتاعنا اللي هي الكولاجين الطبيعي زي ما بيقولوا، الافوكادو ده مصدر كولاجين، ده الكولاجين الطبيعي هو الافوكادو. انا يعني كنت بس نسبة دهونه عاليه شويه، ما هي دي دهون مفيده. ما هو ايه دلوقتي ترند كله اللي هو يعني حتى كل دكاتره التغذيه كانوا الاول لا بلاش الدهون خالص اطلاقا، انما دلوقتي يقول لك لا في الدهون المفيده اللي هي بالعكس بقى اللي هي هتحسن لي من نضاره البشره، اللي هي الاوميجا 3 فاتي اسيدز، اللي هي ما ينفعش الجسم كله يمشي من غير دهون، مع البشره ازاي هتتكون والاعضاء الداخليه يعني من غير الدهون دي. فهي احسن حاجه كمان للافوكادو، وده اللي لقيته الاجانب بيستعملوه ان هم بيقطعوه على السلطه. فدي بيزود كمان من القيمه الغذائيه للسلطه والاستفاده بالانتي اوكسيدنتس اللي موجوده في السلطه. صحيح. احنا كده اتكلمنا على الحاجات الغذائيه، طب لو اتكلمنا على الحاجات الموضعيه بقى اللي هو يعني ايه زي ما قلتي حضرتك مثلا اختيار السان بلوك او السان سكرين المناسب ويكون جودته عاليه، لكن في بعض السيدات بقى بيحبوا يعملوا ماسكات حاجات طبيعيه، قولي لنا ايه افضل الوصفات علشان استعيد نضاره بشرتي واتخلص ايضا من الهالات السوداء؟ هي احسن حاجه للهالات السوداء الشيا بتر، زبده الشيا ومعاه زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ده في حاجات كده يعني ايه كي بلايرز او حاجات كده تبقى معانا على طول، يعني المفروض نحرص ان هي تبقى موجوده في بيتنا، منها زيت اللوز الحلو. وممكن لو نحط كمان يعني الشيا مع زيت اللوز الحلو. برضو الحاجات اللي انا بقول انا بشجع كل البنات والسيدات ان هم يستخدموا الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي موجوده في البيت، نقدر ان احنا نعمل بيها منتجات وهتدي افكت احسن كمان من الحاجات اللي احنا بنشتريها. يعني لازم يبقى العسل ده داخل في كل المنتجات. انا حتى ما يعني الواحد ما يستسلمش ان ازازه الشامبو بتاعته ما مش كويسه، ممكن احط عليها اضافات واخليه كويس. فعلا تضيفي على الشامبو عادي، نضيف على الشامبو عادي، ما لناش اي تفاعلات كيميائيه، بس هنبقى عارفين احنا بنضيف ايه وقد ايه. يعني مثلا الجل الصبار، انا اشتريه من حاجتين، يا اما اللي هم بيبقوا بيبيعوا بيجيبوا الطبقه اللي في النص، هم طبعا بيبقوا عارفين وبتبقى باينه، او يا اما نشتريه اللي هو الجل العادي. بس هو طبعا اللي بيبقى مركز اكتر اللي هو اللي بيقطعه، ايوه بالظبط، وياخده الصبار. فلو عايزين نعمل حاجه تحت العين يبقى الشيا بتر مع زيت اللوز الحلو عشان بيحسن الدوره الدمويه، مع جل الصبار، مع العسل.
الله. بالظبط. الخلطه دي سهله جدا وبتتعمل وبتتحط ايه تحت الوش، تحت العين. تحت العين بالظبط. جل الصبار والعسل ده اقدر ادخله في كل حاجه. يعني اقدر اغسل بيه شعري مفيش مشكله، وهيخلي الشعر بيلمع جدا. العسل لما بيتحط في الحاجه ما بيلزقش زي ما الناس معتقده، او لما هو يتحط على البشره ان هو هيلزق، لا ده هيتحط وهيتضرب كويس وهيدي نضاره رائعه للبشره. الماسكات دي مفروض يا دكتور تتعمل كل قد ايه؟ هي يعني ايه ممكن تتعمل مثلا ايه مره في الاسبوع. تتعمل الماسكات من حاجات عاديه جدا، ابتداء ايه من الزبادي بالعسل ده ماسك. الخيار لو حد بقى عايز حاجه تدي نضاره اكتر، الخيار معلش الناس هتستغرب، مع بياض البيض لانه بيشد البشره، مع النشا، مع ممكن ان احنا نحط مثلا زيت اللي هو اللوز الحلو ده كده ماسك. ماسك تاني لو حد عنده حبوب كتير، حب شباب، ممكن يجيب الكركم، بس بقى نخلي بالنا الكركم بيصبغ، فلو الكركم كمية بسيطة جدا من وبتحط على الحباية نفسها متهيألي. يتحط كده كركم مع العسل عادي، مع بقى نحط بقى دايما الالوفيرا جل، جل الصبار والايه العسل كده بس. هل بتختلف من بشره للتانيه؟ يعني الوصفات الجميله اللي حضرتك بتذكريها دي وكلها حاجات طبيعيه، هل تنفع لكل البشرات؟ لا طبعا. يعني مثلا لو حاجه فيها طبعا، لو حاجه مثلا فيها حبوب هضيف انا مثلا زيت شجره الشاي. نخلي بالنا الزيوت اللي هي الاساسيه دي بتضاف بس بكميات قليله جدا بالنقط. انما الزيوت اللي هي الكارير اللي هي بتبقى بتشيل الحاجه دي، زي الجوجوبا، زي الارجان، زي زيت الزيتون، زي زيت جوز الهند، دي نحط عادي، دي كارير، دي حاجه حامله للحاجه. انما الحاجات العطريه دايما بحطها بالنقط جوه اي حاجه انا بعملها. انا عاجبني قوي انه كل اختياراتك حاجات طبيعيه. يعني بالزبط. كل حاجه من مما اعطانا الله، يعني كلها من الارض الطبيعيه. يعني لو اتكلمنا طيب عن الشعر ونضاره الشعر وازاي احافظ، يعني احنا مثلا كمذيعين بنعمل شعرنا كل يوم تقريبا. فبيهلك. وفي كتير قوي ناس يقولك شعري بيقع. تمام. شعري بيتقصف. ازاي انقذ اللي فاضل من الشعر؟ احنا عندنا برضو حاجات في تراثنا احنا اهملناها، والغرب للاسف اخدها وطورها، وبعدين احنا بنستورد حاجات اخرى. يعني احنا لو نعرف ان في اللي هي كاستل سوب اللي هي اسمها صابون الغار. صابون الغار ده اساسه يعني من حلب سوريا. ده بيبقى عباره عن زيت زيتون مع زيت الغار. ده زيت الغار اللي هو بيتعمل منه من ورق اللورا ده، فده مضاد للبكتيريا والفطريات، ولو الشعرية بتتكسر هيخليه ما تتكسرش، ولو فيها سبليت انس او يعني مشققة نعملها. فعايزين نعمل شامبو احنا في البيت، نجيب صابون الغار، بس يا ريت نجيبه اللي هو السائل من عند العطار. هو فيه اللي هو البار اللي صلب، وفيه اللي هو السائل، فبيبقى لونه بني. ما نتخضش من اللون ده زيوت. ده زيت من زيت الغار، ده مفيد جدا للبشره وللشعر. هنحط عليه الجل، الالوفيرا جل، جل الصبار. جل الصبار كده في حاجه صعبه في الموضوع. طيب نجيب بقى خلاصة العرق سوس اللي احنا ما بنحبوش ده، واللي احنا مش رايينه ده جميل جدا. هنحطه ونحط العسل، ونحط احنا عايزين الرغوة في الشعر تزيد. اي حاجة فيها رغوة، في عندي زيتين حلو قوي بحطهم عشان
الرغوة ما تتكسرش. هو انا عايزه برضه اقول للناس بلاش الرغوه كتير، يعني ما يعني ايه ما يبقاش الترند بتاعي اللي هو اغسل وشي اللي هو يعني الصابون الكتير. الناس متخيله انه ده نظافه اكتر لما الحاجه بتعمل رغوه اكتر. يعني هو يعني هقول لك حاجه على حاجه، هو ايه الحاجتين في الزيوت يخلوا لي الرغوه كويسه، زيت جوز الهند وزيت النخيل. بس زيت النخيل الاحمر مش موجود كتير، فخلينا في زيت جوز الهند. طيب الحاجه بقى اللي في اي شامبو اللي لازم ان احنا نراعيها اللي هي حاجه اسمها البي اتش او درجه الحموضه والقلويه. ما هو احنا ممكن نعمل الحاجات دي في البيت، بس في حاجه في بقى تريكات كده احنا لازم نخلي اي منتج عندنا للبشره او الشعر حمضي. يعني مثلا في ناس يقولوا لنا ايه شامبو الاطفال يستعملوا عشان صحيح. ايه مايلد. ايوه ده بينشف الشعر فعلا. انا من الناس دي الحقيقه. شامبو الاطفال لانه هو اساسا عشان ما يخليش الطفل يدمع بيبقى مايل ان هو يبقى متعادل مش حمضي قوي. فاحنا عشان نخلي اي حاجه عندنا حمضيه في حاجه برضو مهمه جدا اللي هو خل التفاح. خل التفاح ده هيخلي لي الحاجه تبقى حمضيه ماشيه مع البي اتش بتاع شعري وبشرتي ويعمل تعادل ويعمل لا بالعكس ده يخلي الحاجه بقى تبقى حمضيه وما يخليش الحاجه ان هو لان الحاجات اللي هي القلويه بترسب زي شامبو الاطفال. فدي خلطه طبيعيه نقدر ان احنا نعمل الشامبو في بيتنا من حاجات طبيعيه جدا. سهلتي علينا الموضوع قوي. طب قولي لي يعني دلوقتي انا مثلا عايزه احط مثلا مرطب لبشرتي سريعا جدا، وازاي اختار مرطب مناسب لبشرتي؟ يعني مثلا حاجه تونيك او ولا حاجه مرطبه مويسترايزر. في بص في حاجه بقى احنا ممكن نعملها في بيتنا بالسريع جدا جدا والاسيويين بيعملوها اللي هو الرز. الرز ده مصدر عالي جدا للبروتين. خلي بالك بيتغلي مع اللبن جامد وبعد كده بيتضرب في الخلاط، حطي بقى عليه الالوفيرا جل والعسل وزيت الجوجوبا هيبقى عامل زي كريم. ده مرطب للبشره. ده مرطب وكمان بيشيل التجاعيد وبيفتح البشره وبيخلي ملمس البشره يعني ناعم جدا. وتلاحظيه في الاسيويين لانه على طول بشرتهم ناعمه قوي بالظبط لان هم بيستخدموا الرز في كل منتجاتهم. صحيح يعني اعتقد انها فعلا الوصفات كلها جميله. ناس كثيره استفادت وانا اولهم الحقيقه بكل هذه المعلومات. بشكرك جدا نورتيني دكتوره دنيا شعير خبيره التغذيه والتجميل والمنتجات الطبيعيه. شكرا ليكي وكل سنه وحضرتك طيبه مره ثانيه. وحضرتك طيبه يا استاذه ساره. ميرسي للقائك انا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استمتعتم بكل فقرات صباحنا مصري النهارده. كل عام حضراتكم بالف خير ويا رب دايما كل ايامكم جميله. اشوفكم بكره وفريق عمل جديد. صباح مصري.